وإلى الجدل الدائم حول تعلم اللغة الإنجليزية بين الصح والخطأ، ومن يستطيع التفوق في تعليم هذه اللغة ومن يتقنها. معنا السيدة ريم منصور، اختصاص تعليم لغة. أهلا وسهلا فيك، اهلا يسعد فيكم يا صباحك. رب، يسعد صباحكم. صباح الخير ميس صباح ريم، اهلا النور. وسهلا اهلا، الله فيك. يسلمك. ميس، خلينا بالبداية نحكي، يعني هلا كل الامهات عم تعاني من الاكسنت، من نطق الاحرف بشكل صحيح، وخاصة بلغات الاجنبية. خلينا نحكي نحن كيف فينا يعني نربي اولادنا من قبل ما يدخلوا على المدرسة بلفظ صحيح، كيف فينا نعمل لهم ديكور بغرفتهم النوم ألعابهم تكون هي عبارة عن أحرف. يسعد صباحكم. هلا صباحك. الحقيقه هي المشكله صارت حقيقه، بس انا كثير مبسوطه انه بلشنا نتعامل معها بايجابيه وبمنطقيه. صاروا الاهل كلهم يبحثوا عن وسائل فعليه لتعليم اولادهم اللغه، صاروا يدركوا هالاهميه تبعت اللغه. هلا نحن عندنا مشكله بالنيتيف سبيكرز، نحن ببلدنا ما كثير عندنا ناطقين اصليين للغه، فاحيانا بنحط اولادنا بمعهد بمدرسه عندنا نفس المشكله. نحن كمدرسين دائما بتنقصنا بعض الاكسنت المضبوطه، يعني واحد حلبي عم يتعلم لغه بتلاقي طاغيه عليه، واحد حمصي بتلاقيها طاغيه عليه. هي معلش حتى مسموح الحمصي مسموح. والله بس المشكله هي مو لغه يعني، للاسف. فانا دائما بحاول اقنع الاهل وفهمهم انه نحن لازم ندعم هذا التعليم اللي بالمدارس بفيديوهات بكارتونز كله باللغه الانجليزيه. والله بتعلمهم بشكل كثير كثير حلو وبسيط وسهل وبناسب قدراتهم، وبيتعلموا بكثير بطريقه ممتعه. بالاضافه انه اللغه يعني الغرفه تبعيتهم الديكور تبعها خلي يكون احرف، خلي يكون ارقام، كلها ان انجلش. بس اهم شيء نركز على الموضوع السماعي. الموضوع السماعي اذا نحن اتقناه بشكل منيح بالصغر ما عاد عندنا اي مشكله. والحقيقه كثير سهل نعلم الطفل انه يسمع صح اكثر من الكبير. فلهيك انا دائما بقول لهم لازم نركز على موضوع انه حتى المعلمه المدرسه بالصف تنشر فيديوهات تسمعهم بالصف دائما، وتنصح الاهل انه دائما يسمعوا اولادهم فيديوهات ويضلوا على تواصل. افلام الكرتون انا برايي بعمر صغير ممنوع الولد يتفرج بالعربي، لانه انت ما عندك ماده مشوقه تقعد الطفل على التلفزيون او على الموبايل اكثر من الكرتونز. فليش حتى ما يكونوا باللغه الانجليزيه؟ اول مره بيعترض، ثاني مره بيعترض، بس بوقت اللي بيعرف انه ما في مجال يحضر عربي راح يقعد وينصت. تتفاجئي انت ابنك مع مرور الايام صح. صار يستخدم مفردات، صار يفهم كثير منيح، وهي الترجمه الحرفيه تبعت كلمه كلمه هي ما أنا لغه. ما ضروري الولد يفهم جميع المفردات، المهم يفهم الصياغه تبعت الجمله، وهذا هو الاهم الحقيقه. اكيد مثل ما بنعرف كثير بنسمع عالم بيقولوا انا مثلا بفهم شو عم تحكي، بس يعني ما بعرف انا احكي بالانجلش، ما بعرف افتح محادثه، بس انا بفهم كل شيء عم تحكي. كيف مثلا هدول العالم ممكن يبلشوا؟ يعني كيف ممكن يتعلموها بالطريقه الصح؟ وكمان في عنا نقطه ثانيه، نحن بنعرف انه الصغار بيتعلموا اسرع من الكبار، فاللي كبروا من بالعمر هلا يعني ما بيكون عندهم امل اصلا يتعلموا لغه ثانيه او اللغه الانجليزيه. كمان كيف ممكن انت تشجعيهم، وكيف كمان يبدوا بالطريقه الصح برايك؟ تمام. هلا نحن دائما بقول انا اي لغه بالعالم هي اربع مهارات، هي قراءه وكتابه واستماع ومحادثه. للاسف نحن بمدارسنا دائما بنركز على القراءه والكتابه. طفلنا كثير حتى الشباب والصبايا بيقروا بيكتبوا كثير منيح وبياخذوا علامات بتجنن، بس اساليهم شي سؤال بتلاقيه دغري راكب وما عرف يحكي. هلا هون عندي المشكله الى اكثر من شق. مشكله انه احيانا كثير نحن بندرس اللغه كمدرسين بالعربي، هي كثير مشكلة. الولد ما تعود والشاب والصبية ما تعود يسمع سياق الجملة وسياق الحديث باللغة الإنجليزية. متعود أنا أقول له حتى وقت بشرح له القواعد الحاضر البسيط هي استعمالاته هون دلائله. هذا الشيء كثير غلط، لانه انا ما عاد عودت ابنه للشاب او الصبيه او للطفل انه يسمع جمله بسياق اللغه الانجليزيه. وانت كيف بتحكي؟ احنا وقت كنا صغار كيف قدرنا نحكي؟ لانه كنا نسمع. الطفل أول شيء بيسمع، بعدين بيحكي، بعدين بيقرأ وبيكتب. تمام. للأسف نحن بتعلمنا بمدارسنا بجامعاتنا دائما بنركز على هالمهارتين اللي هن القراءة والكتابة، ودائما بنهمش الاستماع والمحادثة. وأنا برأيي أنه بصراحة المحادثة والاستماع إذا انفقدوا على صغر صعب ترميمهم، بينما القراءة والكتابة هي قرار. يعني ما في مشكلة أنت المواد كلها قدامك، وحتى نحن وقت المنسافر تلاقي بتعملي كورسات
تجي لتسمعي احيانا ما كثير بتفهمي وما بتقدري تعبري، هاي كثير مشكله. بالعكس هي اهم من القراءه والكتابه. يعني عن جد مثل اللي عم يسافروا ما عم بيقدروا يحكوا برا مثلا، بيقول لك انه ما عم بقدر انا عم بفهم عليهم بس ما عم بعرف اوصل لهم فكرتي. طيب كيف هدول مثل ما قلت لك كيف ممكن يبلشوا بالطريقه الصح؟ هلا هون بنرجع انه بس يكبر الشخص بالعمر ويصير هو بحاجه لاستخدام اللغه. اللغه تدرسها مثل اي شيء، بقرار انت مقرره هالموضوع انت بحاجته، انت حابه تتعلميه، ما في شيء صعب. لكن برجع بقول اهم شيء نركز على مهاره الاستماع. الاستماع هو اللي بخليكي تحكي انفه. يعني ما ممكن انا يصير عندي كم من المفردات الا اذا انا سمعت وسمعت صياغ جمله، مو بس مفردات وجرامر مفردات وجرامر. هاي الطريقه كثير صارت تقليديه، انا عم كسب الشاب او الصبيه او الطفل فقط معرفه، اما انا ما عم كسبه مهاره. وبالحقيقه اللغه هي مهاره، هي ما انا بس اقرا واكتب. شو استفدت انا من هالقراءه والكتابه؟ والله بيجوني اطباء متجاوزين الفحص وكل شيء ورائعين وبدهم يطلعوا ما بيعرفوا لا يحكوا ولا بيفهموا شو عم ينحكى معهم. دغري بيقولوا لي طولي بالك كذا، ليش بيترجموا حرفي؟ هن هيك متعودين ونحن هيك تدرسنا بمدارسنا للاسف. فقرار، العلم هو قرار. صحيح. مس ريما خلينا نحكي كمان نقطه كثير مهمه، بما انه عم نحكي على القرار وعلى الكتابه. بنشوف كثير امهات هن ما بيعرفوا اصلا انجليزي، فهن بصيروا بيكتبوا الكلمات باللغه العربيه ليحفظوها للاولاد. هي من ضمن الاخطاء الكارثيه يلي عم يرتكبوها، يعني جرم انا بعتبره بحق الاطفال. او مثلا تهجايه الكلمه بشكل كثير غلط. اليوم كيف بدنا نعلم اولادنا تضل هي مزروعه براسهم، وكيف نحن بدنا ناسس الاهل كيف بدهم ياسسوا حالهم لحتى يكونوا صح ويمشوا صح مع اطفالهم؟ حتى عم نشوف بهلا بمدارسنا اكيد في هلا كثير صارت اللغه الانجليزيه مهمه، وعم نسمع ستوريات وعم نشوف كثير من التفاصيل المهمه الاهتمام باللغه الانجليزيه. هلا كيف بدها تجاري الام بالبيت؟ تمام. هلا دموزيل الفكره انه اذا انت غير ملمة باللغة الأفضل ما تتدخلي، الأفضل إنك تنقي له أنسة منيحة، مدرسة منيحة، أي مكان يقدر يعلمه بشكل صحيح. أنا دائما بقول للأم إنه إذا سمحتي إذا ما بتعرفي لا تتدخلي بالشغل، لأنه بصراحة بينتزع. هلا نوهتي على نقطة هي موضوع ترجمة الكلمة بالإنجليزي فوق العربي فوق المفردة. والله بيكتبوا لفظ الانجليزي بالعربي فوق، المقاطع الصوتيه كلها بتروح، اللي هي يعني عمق اللغه هي المقاطع الصوتيه، لانه الاحرف الساكنه لفظها ماشي حاله، بس لكن عندك مقاطع صوتيه هي قد ما تكتبيها بالعربي ما ببين المد وال تبع الصوت، فمشكله كثير كبيره. فانا دائما بقول لهم اذا انت كأم ما بتعرفي لغه خلص معلش اتركي الموضوع للمعلمه، بس ساعديني بموضوع انه ابنك يسمع هالفيديوهات اللي انا عم ببعث له اياها او هالدروس الاستماع اللي عم ببعث له اياها، بكفي سلم ايديكي وخلص. كفيتي ووفيتي. تسلمي. تمام. خلينا نحكي الطرق الثانيه اللي عم نسمع هلا. مثلا لازم نسمع اغاني، لازم بيقولوا لك مثلا اي شيء عم تطلعي عليه، مثلا لو علبة دواء مكتوب بالانجلش لازم تقريه. يلي حابب يتعلم مثل ما قلتي التعلم هو قرار. طبعاً. طيب خلينا كمان نحكي ونبلش، كيف ممكن بلش؟ مثلا مثل انا مثلا بدي بلش بالطريقه الصح، شو ممكن تنصحيني؟ تمام. هلا انا اذا عندي مبادئ لغه انجليزيه بتوجه دائما، انا بجوني الشباب والصبايا انه مس نحن بنعرف بس بدنا نتطور. اذا عندك لا انت... وفي شغله كمان بحبوا ما بنحب مثلا القواعد الرئيسيه، الواحد بيحب بس بده يحكي، كيف ممكن تمام. يحكي تمام. من غير القواعد؟ يعني برجع بنوه على هي المشكله، نحن دائما بمجتمعنا بشكل عام بنركز على الجرامر، الجرامر مهمه بس هي مو هي كل اللغه، لازم قدر الامكان نمشيهم سوا. انا كثير بحزن انه لهلا نحن ببلدنا في انسات لغه خلال 8 شهور مدرسة ما بيفوتوا السبيكر معهم على الصف، هي قمة الخطأ. والله أحيانا يتحدوا اللي حطوا اللغة بالقواعد على قد ما هن شاطرين، بس أنت كسبتي الطفل أو الشاب والصبية مهارة أو مهارتين، طيب وين الباقي؟ أنا قد ما أكون فلوينت، قد ما أكون الأكسنت تبعي رائعة، أنا إلي بعض الختلات بحديثي مو مثل النيتف سبيكرز، طيب هالمقاطع الصوتية كلها نازلة وكلها موجودة، وكتبنا حتى بالمناهج المدرسية مزودة بكاسيتات
بصوتيات بمقاطع صحيح. صوتيه لكل شيء. طيب انت واجبك كمدرسه انه دائما هالطفل او هالشاب او الصبي اعطيتي الدرس يسمعه وكمان ينبعث معه على البيت يسمع بهدوء بدون ضجه الصف بدون اي شيء لحتى يتقن الاكسنت. تمام. هلا بنرجع لموضوع انه بدهم يتعلموا انه يحكوا. انا دائما بيجيني الشاب او الصبيه بقول له شو بتحب، بتحبي الموضه؟ بتقلي مثلا ايه، بتحبي الديزاين، بتحبي الفاشن، بتحبي اي شيء بتحبه. بقول له دائما فوتي على اليوتيوب احضريهم بالانجليزي. بيجي الشاب شو بتحب، بتحب المباريات؟ بيقول لي ايه، بتحب قصص اللاعبين كذا. هدول كلهم بتفوت بتدور عليهم على النت بالانجليزي. هيك انت بتخلي الشاب او الصبيه يبحث عن شيء بيحبه. هلا اهم شيء انا اذا اعطيتك متعلق براسه لانه بحبه. تمام. هلا انا اذا اعطيتك فيديو، اي فيديو بشكل عام، انت ما بتحبيه، مو ميولك، تسمعي شوي وكذا وبتملي، مثل كأنك حتى عم تسمعي عربي. يعني إذا البرنامج ما بيهمك، فأنا دائما بركز إنه لازم الشاب أو الصبية يبحثوا بالشيء اللي بيحبوا باللغة الإنجليزية. أنا حتى مثلا ابني بمشي معه بهالطريقة، بحب كتير المباريات، بحب قصص اللاعبين كذا، دائما لو ممنوع تلقوا للموبايل بتحضرهم بالإنجليزي، أوكي فيك تحضرهم. يعني نحن والله كأهل صار كل شيء متوفر بيناتنا. يعني أنا بزعل والله من الأهل اللي بقول لهم سمعتوا الطفل الفيديو، بتقلي ما عندي نت، أو أنا عندي ما في تبريرات. اهم شيء مستقبل الطفل واللغه كثير مهمه. والله نحن للاسف انه منبخس العلم مع انه هو اغلى شيء. يعني بتلاقي طمع. الست يعني مستعده تفتح نت لحتى تشوف طبخه ولا لتشوف فستان، بس هلا الانسان كثير كثير مهمه. بنتشكرك، شكرا لوجودك معنا، شكرا لنصائحك القيمه. ميرسي كثير لك، تسلمي لي، الله يخليك يا رب.